معنا الآن الدكتور كامل التلوع وهو طبيب ميداني. في البداية نرحب بك أستاذ كامل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل لديك أي إحصائية بخصوص المصابين جراء الاشتباكات؟ أولا نرحب بك ورحب بالسادة المشاهدين جميعا. ونحن أيضا نرحب. اليوم الإصابات كانت قليلة جدا مقارنة بالأيام الماضية، فقط بالنسبة للمحور مواد الربيع أن كانت حوالي 6 إصابات وجلها كانت طفيفة ولله الحمد. نعم. هل لديكم الاستعدادات الكافية في المستشفيات الميدانية لمواجهة أي احتمالات؟ نعم، في الوقت الراهن ولله الفضل وأشكر كل من قام وسعى بهذه الجهود تحسنت الأوضاع كثيرا عما كانت عندي قبل. توفرت لدينا أجهزة التنفس الصناعي التي كانت غائبة عن الميدان. توفرت لدينا أيضا أجهزة الملاحظة والإنعاش، أدوات الإنعاش بفضل الله توفرت الآن في المستشفى الميداني محور وادي الربيع والتي كانت غائبة تماما إلى منتصف هذا اليوم. النقص الآن يبدو أنه يكون في بعض المعدات والمستلزمات البسيطة بالنسبة للمحور وادي الربيع. أما عن المستشفيات الميدانية الأخرى كمستشفى تجورة أو غير المستشفيات الميدانية، فالآن أنا في طريقي إلى تجورة لأتفقد الوضع هناك، الوضع الميداني، وأرى ما واقف على النواقص والاحتياجات لهذا المستشفى. وبإذن الله تعالى الجهود الرامية والجهود الساعية بفضل الله تمكننا من التنفيذ من توفير كل الحاجيات بإذن الله تعالى. فالوضع الآن أفضل مما كان عليه كثير بإذن الله تعالى. طيب هل هناك يعني مساعدة من الوزارة أم هي مجرد اجتهادات من بعض الأشخاص الغيورين على الدفاع عن العاصمة؟ للأمانة بداية كانت كلها تبرعات وجهود خيرين، ولكن أشكر كل من قام من المسؤولين من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للاتصالات أو أي جهة ثانية حقيقة، بما في ذلك وزارة الداخلية وكل الجهات المختصة حقيقة قاموا بالاتصال بي شخصيا وأبدوا استعدادهم لتقديم مزيد من العون. فأشكر جدا كل من قام بهذا المجهود سواء كان على مستوى المسؤولين أو كان على مستوى المتعاونين من المواطنين. الآن الحكومة أظن أنها وقفت وقفة جادة وأتمنى أن يستمر هذا المجهود إلى أن تنتهي هذه الأزمة بإذن الله على خير. دكتور كامل، في نهاية هذا اللقاء هل لديك أي إضافة تريد أن تضيفها؟ في الحقيقة ينقصنا كثير من التنسيق والتواصل، هذه النقطة جوهرية على كل الصعد. وأنا الآن التواصل مع من؟ أتكلم عن الجانب الصحي تحديدا. أتمنى أن يكون في تواصل مع لجنة الأزمة، أتمنى أن يكون في تواصل مع وزارة الصحة مباشرة، وأرجو من المسؤولين أن يكون حضورهم شخصي والوقوف على المشهد بحضورهم الشخصي إن شاء الله، عسى أن تكل هذه كل الجهود بنجاح بإذن الله تعالى. كامل التلوع طبيب ميداني كنت معنا في هذه المداخلة، نشكرك جزيل الشكر.